تعود قبيلة عنزة نسبا إلى وائل ابن قاسط وصولا إلى ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ذرية نبي الله إبراهيم عليه السلام، وسميت عنزة بهذا الاسم نسبة إلى عامر ابن أسد ابن ربيعة بسبب قيامه بطعن رجل وقتله بواسطة العنزة. والعنزة عبارة عن رمح قصير، ومع التطور الطبيعي للهجات العربية تغير نطق الاسم من عنزة إلى عنزة في وقتنا الحالي. وتنقسم عنزة إلى ثلاثة أقسام كبيرة، وهي تغلب ابن وائل ابن ربيعة وبكر ابن وائل ابن ربيعة وهزان ابن صباح ابن ربيعة، مع اختلاف المصادر في نسب بني هزان. وقد جمع بينهم حلف تحت مسمى عنزة ودخلت فيه أغلب قبائل ربيعة إلا بعضها. كان يطلق على قبيلة عنزة قبل الإسلام ربيعة الفرس بسبب أنهم ورثوا الخيل عن أبيهم نزار ابن معد. وإلى الآن قبيلة عنزة تملك سلالة من الخيول العربية الأصيلة التي تعد من الأفضل بينها. وسكنت قبيلة ربيعة في جنوب وأطراف مكة قبل الإسلام بقرون، وثم قبل ظهور الإسلام بقرن واحد استقروا في نجد، وتحديدا في حما أو كما يطلق عليه قديما حما كليب. ثم تفرقت قبائل ربيعة بعد حرب البسوس، مثل قبيلة أكلب في الجنوب مع وجود اختلاف في نسبها، وقبائل عبد القيس في البحرين والإحساء. أما بكر وتغلب فنزلوا في خيبر بالحجاز بعد الهجرة، وهي ديارهم منذ 1400 سنة هجرية وإلى الآن، ومنها انتشروا في نجد والشمال ومعظم دول الخليج العربي، وفي بادية الشام والعراق وسيناء وفي مصر وفي ليبيا. وأما بنو هزان فقد استوطنوا نجد وتحديدا الحريق ووادي نعام. ومن أهم الأدوار التي لعبتها قبيلة عنزة العريقة في الجاهلية دورها الكبير والفارق في معركة ذيقار ضد الفرس، والذي أعده الكثير من الباحثين بأنه فضل لقبيلة بكر الوائلية على العرب، بعدما تواجه العرب بقيادة هاني بن مسعود الشيباني البكري مع الفرس بسبب رفض ملك المناذرة في الحيرة أنذاك النعمان بن المنذر تزويج إحدى بناته لكسرى فارس. الأمر الذي أدركه المنذر بسبب رفضه طلب كسرى بأن الأخير لن يسكت، فبحث عن قبيلة تساعده وتقف معه. وحسب المصادر فإن قبيلة بكر الوائلية هي القبيلة الوحيدة التي لبت للمنذر طلبه وساعدته. هذه هي الفلاة أمامكم، ما يريد الرحيل فليرحل، أنجوا بأنفسكم وأهاليكم، أما أنا فسأبقى. أيهلك بطن وتنجو كل بطون بكر بن وائل خير من فناء الكل، هذا ما أراه، ولا ألزمكم بما أراه، سأقاتل كسرى ولو بقيت وحدي. وقبل وفاة المنذر ترك ماله وحلاله وبناته بأمانة هاني ابن مسعود الشيباني، وذهب ليقابل كسرى بعدما استدعاه، ولكنه مات في فارس من الأمراض المنتشرة في السجن. ليقرر بعدها إمبراطور فارس إرسال رسول إلى بني شيبان البكرية طالبا فيه حلال وبنات النعمان، فرفضت قبيلة بكر تسليم تلك الأمانات، ليرسل بعدها كسرى جيشا كبيرا انتقاما من رفضهم هذا، ليتواجهوا في منطقة تسمى ذيقار أو ما يسمى حاليا بطريف شمال المملكة العربية السعودية. فتكتسح قبائل بكر ابن وائل من الذهلان واللهازم جيش كسرى وتبيده عن بكرة أبيه، وكان هذا أول انتصار للعرب على الفرس. ومن أشهر ملوك وشعراء وشخصيات قبيلة عنزة في الجاهلية كليب ابن ربيعة التغلبي، أول من ملك قومه تغلب وبكر أبناء وائل وبعضا من قبائل ربيعة العدنانية، والزير سالم أو عدي ابن ربيعة ابن الحارث التغلبي المعروف بأبي ليلى المهلهل، وهو شاعر من أبطال العرب في الجاهلية ومن أصبح الناس وجها وأفصحهم نساء. والشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي شاعر جاهلي مجيد من شعراء المعلقات، والحارث بن عباد البكري الحكيم والشاعر وأحد سادات العرب في الجاهلية والذي يعد من أشجع العرب. وفي صدر الإسلام لا توجد معلومات كافية عن إسلام قبيلة عنزة، إلا أن هناك العديد من الصحابة يرجعون لهذه القبيلة الكريمة، ومنهم الصحابي عامر بن ربيعة العنزي، والصحابي زائدة بن حوالة العنزي، والصحابي سعيد بن قيس العنزي، والصحابي عبادة بن الأشيب العنزي، والصحابي حبيب العنزي الذي روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكان لأبناء هذه القبيلة الكريمة الأثر الكبير في حروب الردة والفتوحات الإسلامية، حيث يذكر أنهم أول من قاتل الفرس مع التابعي الجليل المثنى ابن حارثة الشيباني أحد أبناء قبيلة بكر الوائلية بعد الإسلام بأربعة آلاف رجل. وامتدت مشاركة قبيلة عنزة في الفتوحات الإسلامية حتى وصلت حدودها إلى تركيا، وتسمت على اسمها ولاية بكر التي لا تزال موجودة إلى الآن. وأيضا كان لقبيلة عنزة دورا كبيرا في معركة صفين مع الإمام علي بن أبي طالب إلى جانب قبائل عربية أخرى، وأنجبت هذه القبيلة العريقة منذ ظهور الإسلام وحتى يومنا هذا العديد من الشخصيات الثقيلة جدا والبارزة والمؤثرة. فمن عنزة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي العنزي، رابع الأئمة الأربعة الكبار وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي، والإمام الحافظ محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن الذي تتلمذ
أخذ على يديه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي ومحمد بن ماجه وأبو زرعة والنسائي وابن خزيمة، وأحد رجال الإمام مسلم الرجل الصالح سيار ابن سيار الواسطي العنزي، والذي كان له شأن عظيم في الإصلاح بين الناس، والتابعي الزاهد طلقو ابن حبيب العنزي الذي اشتهر ببره بوالديه وبطيب صوته في قراءة القرآن. ونظرا لتاريخ هذه القبيلة الكريمة الممتدة بالعراقة والمليء بالمجد والإنجازات، فإنها كما تسيد أبناؤها في الجاهلية قبائل ومناطق ومعارك، فإن لأبنائها اليوم ما كان شبيها بأمسهم المجيد. فمن عنزة حكام المملكة العربية السعودية أسرة آل سعود الكريمة، ويرجع نسبهم إلى المردة من بني حنيفة من ضنا مسلم من بكر العنزية، وكذلك حكام دولة الكويت أسرة آل صباح الكريمة، ويرجع نسبهم إلى البجايدة من نسل ضنا بشر من تغلب العنزية، وأيضا حكام مملكة البحرين أسرة آل خليفة الكرام، ويرجع نسبهم إلى آل بورباع من نسل ضنا بشر من تغلب العنزية، مع وجود اختلاف في تباين النسب وخصوصا بين آل خليفة وآل صباح، والذين عرفوا بالعتوب إلى جانب أسرة الجلاهمة، إلا أن الجميع يتفق على النسب والعرق العنزي لهاتين الأسرتين الكريمتين، وآل مهنا أبا الخيل حكام وأمراء مدينة بريدة سابقا، التابعة لمنطقة القصيم، الذين يعودون كذلك إلى بني حنيفة ضنا مسلم من بكر العنزية، وآل عسكر أمراء المجمعة في نجد، ويرجعون إلى الأشاجعة من المحلف الجلاسة من ضنا مسلم من بكر العنزية، وآل هذال شيوخ مشائخ عنزة عامة من أقدم أسر قبيلة عنزة، الذين كانوا يرعون كل أراضي نجد في زمنهم، ويرجعون إلى الحبلان من العمارات من ضنا بشر من تغلب العنزية، ومن رجال قبيلة عنزة في العصر الحديث الذين ذاع صيتهم في داخل المملكة وخارجها، الشيخ والفارس عقاب ابن سعدون العواجي الجعفري العنزي، من أعظم من أنجبتهم الجزيرة العربية في القوة والصلابة وفي الجلادة والفروسية، والشيخ حاكم ابن فاضل ابن مهيد شيخ قبيلة الفدعان العنزية في سوريا، الزعيم والقائد الثائر الذي قاوم الاحتلال الفرنسي لسوريا، ومن أشهر الشخصيات العنزية ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية بل وعلى مستوى العالم الإسلامي، الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولا يجب أن نغفل عن دور قبيلة عنزة المهم في توحيد المملكة إلى جانب قبائل المملكة الكريمة الأخرى، ولا سيما في فتح وتوحيد شمال غرب المملكة. ولا يوجد إحصاء رسمي بأعداد هذه القبيلة الكريمة، إلا أنها من أكبر القبائل العربية عددا وأوسعها انتشارا، وتشتهر قبيلة عنزة بحسن الجوار وكرم الضيافة والشجاعة والنخوة وما يماثلها من مكارم الأخلاق التي تممتها رسالة الهادي البشير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الختام أنعم وأكرم